اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده من حلقات الفرسان الزراعيه مع الباشمهندس فادي البلتاجي اهلا خبير بيك، الازله في مصر. منورنا يا فندم. اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا بيك. سؤالنا النهارده يا فندم عن نظم تغذيه الطيور على الازله. تمام، بس نظم هنستأذن حضرتك قبل ما حضرتك تجاوب علينا، هناخد فاصل تمام. ونرجع لكم تاني. تمام، رجعنا لكم تاني مع الباشمهندس فادي، واللي هيجاوبنا على سؤال نظم تغذية الطيور عن الأزولة في مصر. تمام. اتفضل. بالنسبة حضرتك لتغذية الطيور على الأزولة ليها نظام، يعني أنت عندك الدواجن، في عندك أربع أنواع، في الدجاج اللي هو اللحم اللحام الأبيض، وفي الساسو، وفي الأمهات التسمين، وفي بالنسبة وفي اللي هو البلدي. كل نوع من الأنواع دي ليه نظام. يعني حضرتك النهاردة لما نيجي نأكل الطيور، طبعا لازم نفهم الأول الناس ما ينفعش نأكل نسب كبيرة أزولة. ليه؟ الأزولة نسب كبيرة دي أكلة كبيرة. الأزولة فيها نسبة ألياف حضرتك من 11 ل 12%. لو جيت حضرتك أكلت الأزولة للدواجن بنسب عالية بتعمل زيادة إخراج عند الفرخة. تمام. الفرخة النهاردة اللحام يعني زي البلدي البيضة، احنا بنتكلم في 20-25% اللي هي البيضة. تمام. جميل. الفراخ الساسو بنتكلم مثلا في حدود 25% بتمشي. الفراخ اللي عندك اللي هي اسمه دوت الامهات ممكن نتكلم في 30-40% حسب النوع والسلالة. جميل. تمام. الفراخ عندك اللي هي البلدي ممكن بتتكلم برضو وهي صغيرة بتتكلم في 30%، اما تطلع كبيرة بتتكلم في برضو 40%. جميل. لو عليت نسبة العلف هتيجي تبص اللي هي الازولة في الغذاء، هتيجي تبص هتلاقي عندك فيه مشكلة اللي هي بتاعت زيادة الإخراج. جميل. يعني الفرخة النهارده لما تاكل الأكل تيجي تبص تلاقي الأكل بينزل منها ما بيلحقش يتهضم، لأن بتبقى عاملة زي مؤاخذة زي البني آدم ما بياكل خضرة كتير وخس. جميل. يعني في حد بيقول لك لما يكون عندك مؤاخذة إمساك كل خضرة عشان بتسهل للبني آدم وكل سلطات وكده، فأنت كده بتعمل مع الفرخة بتأكلها سلطات. جميل. بتاكل الأزولة ما بتلحقش تستفيد ولا بالأزولة ولا بالأكل اللي أكلته، فلازم تديها النسبة المظبوطة عشان يبقى نسبة الإخراج بتاعتها متماسكة. فطبعا كل حاجة هنشرح لوحدها. بالنسبة للدواجن أول حاجة الفراخ اللي هي البيضة اللحم. قبل ما حضرتك تكمل على الفراخ البيضة اللحم هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. بالنسبة حضرتك الفراخ اللحم الأبيض، الفراخ اللحم الأبيض ديت في مصر هنا عندنا في مشكلة في السلالات بتاعتها، ما نقدرش اقول لك 20-25-30% وتشتغل على كده على كل السلالات. جميل. انت عندك في سلالات في مصر كتير، اربو وروسو وكاب وانواع كتيره جدا. السلالات في مصر مش جدود اصليه، يعني هنا كل المفرخات في مصر هنا هوت بتلعب في السلالات. جميل. ده يقول لك انا عندي ابو، ده عنده كاب، ده روسو، مش عارفه ايه. فطبعا مفيش سلاله محترمه بتقدر تشتغل معاها بنسبه موحده. تمام. عشان تاخد النسبه بتاعتك. جميل. يعني انت حضرتك في احنا في كنا لسه منزلين فيديو قريب لتربيه في سوريا، واحد اخ مربي في سوريا متابعين معاه حضرتك، اشتغل ب 40% للفراخ البيضه اللحام، نقصت الوزن معاه 200 جرام عن التربيه بالعلف بسبب زيادة الأزولة. جميل. تمام. ونزلنا في الفيديو بتاعها، اللي عايز يشوف الفيديو بتاعها يلاقيه في المجموعة عندنا في قناة فادي البلتاجي. تمام. عشان ما نطولش عندك في البرنامج. جميل. في الكلام ده فبنتكلم بالنسبة للفراخ البيضاء. أنا النهاردة الفراخ البيضاء في الأزولة للفراخ البيضاء لها مشكلتين، المشكلة الأولى نسبة الألياف والمشكلة الثانية الرطوبة. جميل. طبعا النهارده ان الفرخه البيضة لو مثلا احنا سيبك بقى من الاعمار الصغيره، الفرخه البيضة لو عمر 30 يوم، 30 يوم بتاكل في اليوم 5% من وزنها، هو تقريبا 4.6، يعني قول 5% عشان نحسب صح، 5 في 30 يوم يعني بنتكلم في 150 جرام. جميل. 150 جرام. طب انا 150 جرام لو هاكل قول 40%، يعني قول مثلا هاكل 600 60 جرام، وال 60 جرام ازوله والباقي 90 جرام علف. 60 جرام ازوله دي المفروض يبقى جاف مش اخضر، فالمقابل بتاع ال 60 جرام اخضر ايه؟ 6 في 10 في 600 جرام. جميل. طب انا ازاي اكل فرخه 600 جرام في اليوم؟ بالظبط. فطبعا الناس فاكره ان هو هيرمي ازوله كده وخلاص،
فطبعا ما ينفعش لازم نسب معينه اللي حضرتك بتاكل. ما انا المفروض هتاكل 60%، لو مثلا هتاكل مثلا اللي لو هتاكل 30% من وزنها يعني هتاكل 50 جرام. جميل. هاكلها ازاي انا 150 جرام في 10 ب 500 جرام ازوله؟ بالظبط. ازاي اكل فرخه ازاي 500 جرام ازوله؟ فما ينفعش طبعا. فطبعا لازم اكلها جاف عشان اقدر احسب الكميه اللي هي هتاكلها. تمام. يبقى انا بالنسبه للفراخ اللحام لازم اكلها جاف مش اخضر، لان اخضر مش هتقدر تاكل ابدا الكميه المسموحه ليها. بالظبط. فبيجي المزارع بيجي بص تلاقي ما اكلها اللي هو المربي يقول لك انا هاكل بالازوله وهاكل التلت. جميل. طب هتاكل التلت، اكلت 90 جرام ازوله وال 50 وال 5 جرام الفرخه مش هتاكل 10 20 جرام وخلاص، يبقى انت كده اكلتها اكتر من المسموح بيها. بالظبط. هتلاقي اخدت دروب في الوزن. فلازم بالفراخ البيض عشان يخلص من الرطوبه اكل جاف. جميل. بالنسبه للفراخ الساسو هنستنى حضرتك مع الفراخ الساسو وناخد فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مع المهندس فادي البلتاجي. فراخ الساسو في مصر اكترها بتبقى مهجنه، اللي هو الفراخ الساسو اللي هي السلاله الاجنبيه على اللي هو الديك البلدي المصري. تمام. تمام. بتبقى مهجنه من ده على ده. الفراخ الساسو دي يا باشمهندس اللي هي الفراخ الحمراء. الفراخ الحمراء. تمام. عشان دي مهجنه عندنا هنا. دي عندنا هنا في مصر معامل كتير، عشان الفراخ الحمراء مزيتها عيبها انها ما بتتحملش اجواء المصريه. جميل. ما بتتحملش البيئه المصريه، فهو عشان يخليها تتحمل طبعا الامهات بتبقى محطوطه في مزارع خاصه. جميل. لكن انت المربي العادي هيجي يربيها مش هيعرف، فهو بيهجنوها على الديك البلدي عشان الديك البلدي سلالته اعلى وبتحمل الاجواء المصريه، فيديك تحمل شويه. جميل. تمام. فتيجي تبص تلاقي الفراخ الساسو دي واخده صفات الساسو على البلدي، فبتقدر تقاوم شويه، ممكن تقدر ترفع 5% عن الابيض، بس هتشتغل بنفس النظام. جميل. هترفع 5% عن الابيض بس. عن الابيض اللي احنا اتكلمنا. الابيض بس. لكن بالنسبه للفراخ الساسو بس طبعا عمرها بتبقى 60 يوم، مش زي الفراخ البيضه من 35 ل 45 يوم. جميل. ده بالنسبه للفراخ الساسو. اما بالنسبه للفراخ بقى الامهات اللي هي ده رقم 3 بالنسبه للفراخ الامهات. ده الفراخ الساسو. هنستاذن حضرتك، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مع المهندس فادي البلتاجي. تمام. حضرتك يا فندم. اهلا يا حضرتك. حضرتك بالنسبه للامهات في عندك شقين، في عندك البلدي المصري وفي عندك اللي هو الامهات التسمين. طبعا امهات التسمين دي بتاكل اوزان حسب حجم الفرخه، وزن الفرخه في حدود 150 جرام، في انواع فراخ تاخد 115 150 165 175 جرام. عارف. فطبعا برضو اكتر المزارع بتشتغل بيض وفيها الافضليه برضو جافة، خصوصا الفراخ البيضة. جميل. برضو جافة لازم تتاخد جافة، بنعتمد على الجاف اكتر. تجفف وتضغط وتأكلها، خليك. جميل. دايما في الدواجن في الجافة عشان تقدر تأكلها كمية اللي انت عايز تأكلها لها، مستفادة ليها. خضرة مش هتقدر. جميل. مش هتقدر تأكلها الكمية المسموح بيها. يا اما يفضل في الفراخ الامهات احنا بنأكلها وجبة علف الصبحية وطول النهار تاكل ازولة خضرة. خضرة. اللي عايز ياكل اخضر. جميل. طول النهار ازولة خضرة، ومن المغرب لتاني يوم الصبح علف. تمام. هي مش هتاكل ازولة اكتر من اللي هي المسموح لها. جميل. مش هتقدر، يعني هي تاكل على قد ما الحصالة بتاعتها هتاكل. جميل جدا. بس طبعا بتبقى حصولتها كبيرة شوية غير الفراخ الكتاكيت الصغيرة، فبتقدر تاكل. بالزبط. تمام. بس مش هيحصل مشاكل كتيرة، لان ايه، هي بتاكل فاكهه زي كده، شويه فاكهه كده في النص، فبتعمل لها بتستهلك الفيتامينات والاملاح والمعدنيه والحاجات اللي. تمام. فيها. ولما بتاكل هي واكله قبلها علف وبعدها علف، فما بيحصلش يعني المشاكل الجامده اللي بتحصل للفراخ البيضاء الصغيره. جميل. دي بالنسبه للفراخ الامهات. بالنسبه للفراخ الامهات. اما بالنسبه للفراخ البلدي رقم 4 يا فندم. دي رقم 4 اللي هي اخر حاجه. طب هنستاذن حضرتك تاني ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني. حاضر. حاضر.
رجعنا لكم تاني مع المهندس فادي البلتاجي ويكمل لنا الرقم 4 في النسبة لأكل الفراخ. طيب بالنسبة لحضرتك الفراخ البلدي، الفراخ البلدي بتبقى بيبقى اعمار، يعني العمر الصغير وفي العمر الوسط وفي العمر الامهات. تمام. العمر الصغير اللي هو كتكوت صغير ده لازم ياكل علف صافي عشان بيكون لسه الجسم بتاعه. جميل. ما ينفعش ادخل معاه في بداية تكوينه، لازم ياخد علف. ده انا بتكلم شغل مزارع بالظبط، مش شغل بيوت. شغل جميل. بيوت هو حر، مش هتفرق معاه. تمام. لكن شغل مزارع هو يعني عايز يوفر وفي نفس الوقت عايز ايه يعني يوصل احسن وزن. جميل. المزارع بيبقى تسمين تربيه، تسمين وتربيه للامهات وامهات. بالنسبه للبيت، بالنسبه للناس اللي في البيوت هياكل علف، واخد بالك انت، مثلا برضو شويه يعني عمر صغير لغايه عمر 21 يوم. جميل. تمام. بعد كده بيبدا يعود الكتكوت، يديله شويه علف الصبحيه ويديله طول النهار أزولة. خصوصا في الصيف عشان بتقلل الجهاد الحراري. جميل جدا. عشان نسبه الرطوبه فيها، واخر النهار بيديله شويه علف قبل ما ينام. قبل المغربيه كده يديله علف قبل ما ينام. بالنسبه للاهالي. ده بالنسبه للاهالي. بالنسبة للمزارع طبعا هو عايز يوصل لوزن عشان بيبيع بالميزان. بالضبط. بالضبط. فما ينفعش الاهالي اللي بيربي الفراخ اصلا ايه هيدبحها وهي كبيره. جميل. مش هيدبحها ولا صغيره ولا شمرته ولا الكلام. فهو ما بتاخد معاه، مش فارق معاه الوقت، تاخدها في 3 شهور 4 شهور، مش فارق معاه الوقت، هو عايز يوفر وخلاص. تمام. لكن المزارع هو عايز يوصل لاعلى ميزان في اقل وقت. فلازم برضو يدي العلف تمام في الاول، عمر الاولاني 21 يوم. بعد كده بيبدا ياخد الكتكوت على الازوله وبيدي لهم طول، بيديهم الصبحيه ازوله وطول النهار علف، خصوصا في الصيف برضو بالذات، واخر النهار لا يدي وجبه علف قبل ما ينام عشان خاطر الكتكوت ما ينامش جعان، ما يقومش يستهلك من جسمه. بالظبط. تمام. تمام. يعني لغايه ما يوصل للاعمار اللي هي بقى اللي هي الفرخه عدت الكيلو. تمام. بيديها وجبه وجبة أزولة برضو صبحية. جميل. وبرضو يديها فيه الناس بيشتغلوا وجبة، بعد كده يكمل بقية اليوم أزولة مع تشيشة. أزولة مع تشيشة. تمام. بيدي أزولة مع تشيشة. تمام. بيدي أزولة مع تشيشة لبقية إيه اليوم. جميل. يا إما بيعكس، بيدي الصبحية أزولة مع تشيشة وآخر النهار قبل الفرخة ما تنام يديها علف عشان برضو هي تبقى مريحة ونايمة، ما تستهلكش من جسمها وتخزن. جميل جدا. في بيشتغل كده وفي بيشتغل كده. تمام. بالنسبة للبياض، البياض الأهالي تمام هيأكل أزولة بتشيشة. تمام. بالنسبه للاهالي في بالنسبه للاهالي، وبالنسبه له هيبقى مقياس البيضه، البروتين البيضه وعدد البيض هيبقى من القياس بالنسبه له في الايه في الكميه. يعني لو بياخد بيضه، يعني بياخد من الفرخه خمس ست بيضات في الاسبوع. تمام. يبقى كده التغذيه تمام. لو اجى يبص لقى البيض بيقل، يبقى يقلل الدشه ويزود الازوله. تمام. تمام. لو لقى ان المعلومات دي مهمه جدا، ما يخليش باله، ما يقعدش يزود في الازوله قوي، لان لو زود الازوله قوي وزود البروتين الفرخه هتسمن ومش هتبيض على الفاضي يعتبر. ما هتسمن ومش هتبيض. ولو كتر برضو الدشيشه برضو الفرخه هيحصل مشاكل في البيض، هتوقف بيض. احنا لازم نركز على الساده المشاهدين ان الفرخه دي لازم يمشوا عليها كويس. الفرخه بتدعم. البياض عايزه بروتين عشان تبيض. جميل جدا. مش دشيشه، الدشيشه دي طاقه. جميل. يعني هي فيها حوالي من 7-9% بروتين، فهتديها بيضه منين كل يوم. بالزبط. ولا يوم ويوم، ما ينفعش. تمام. فلازم هي يزود الازوله، هي بالنسبه لها الازوله بالنسبه لها حلوه، وهتديها حجم بيضه عمرها ما هتحلم بيها. جميل. هتديها صفار برتقاني غامق غير الاصفر فاتح او الباهت اللي احنا ده بنشوفه. هتاكل بيض من فراخ عمرك ما اكلته في حياتك، اللي هتبقى الفرخه اللي واكله ازوله. يعني هندعي الباشمهندس ان شاء الله. ان شاء الله. مع التجربه الجميله. الله يخليك. بينما بالنسبه للمزارع الفرخه بتاكل 115 جرام في اليوم، ممكن بيديها بالمزارع بياكلوا 65 جرام في اليوم علف. تمام. تمام. وطول اليوم بتاكل ازوله لما عايزه، وال65 جرام بيقسمهم برضو على مين، وجبه الصبح وجبه اخر النهار، وطول النهار بتاكل ازوله بتشيشه. ده كده يا فندم بالنسبه لطرق التغذيه للطيور. دي بالنسبه للطيور. بالنسبه للانواع الدواجن، دي افضل طريقه، ولازم اللي بيشتغل مزارع ما ينفعش يعتمد يخش يقول الاستاذ فادي قال كده يبقى هو ده صح. تمام. عفوا. ما ينفعش يقول ده صح يبقى يمشي على كده. لا. تمام. السلالات بتختلف. جميل. الفراخ البلدي فيه سلالات، مش فراخ واحده. في فراخ بلدي، في بلدي حر، في بلدي هجين، في جميز، في رزي. تمام. كل حاجه ولها نظام، بيشوف الكتكوت ده او الفرخه دي عايزه ايه
ويمشي معاها حسب ما عايزه. لان لو قلل البروتين في العمر الصغير هيعضوا بعض وهينهشوا بعض، لو زود الدشيشه هينهشوا بعض، تمام. فلازم يدي تناسب، تناسب كل حاجه لازم يدي تناسب، تمام. تمام تمام. انك اللي بتشتغل في البيت مش فارق معاها الوقت، هي تاخدها في شهر ونص، شهرين، ثلاثه، براحتها جدا، هي عايزه توفر انتاج ليا انا. بتاكل دشيشه الصبح الاول تديها علف وكمل معاها شيشه وازوله، تمام، مفيش مشاكل. دشيشه وعيش، أزمة لا مؤاخذة معلش، أزولة وعيش، أزولة وعيش، أزولة وعيش، أزولة وشيشة، أي حاجة فيها طاقة، أزولة وكاس الرز، جميل، تمام، أزولة وكاس الرز اللي هو بتاعة الرز، ما فيش أي حاجة فيها طاقة، تمام، تمام. فدي إن شاء الله يعني نصايح. وقلنا بعد كده المزارع يجرب، ما ياخدش الكلام كده أهو، يجرب الأول مع السلالة أحسن طريقة هتمشي إزاي، ويكمل معاها، ويكمل بيها. إن شاء الله بإذن الله. إحنا فندم متشكرين جدا على وقت حضرتك ومعلومات حضرتك. الله يخليك. وفي نهاية الحلقة نحب نشكر باشمهندس فادي البلتاجي خبير الأزولة في مصر على سعة صدره وعلى الاستفادة اللي احنا استفدناها منه احنا والسادة المشاهدين. ونوعدكم في كل اسبوع ان شاء الله ان احنا في حلقة جديدة مع الباشمهندس فادي البلتاجي الخبير الكبير اللي احنا استفدنا منه كتير النهاردة عن انتاجية الأزولة في مصر. كان معكم محمد جلال مقدم البرنامج.